نحن نذهب إلى الدوحة. طلال سمهوري مدير محافظ لدى إيفنتيكوم كابيتال ينضم إلينا من هناك. طلال صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. طبعا الارتفاع بأسعار النفط ما حدا بشكل إنه يدعم الأسواق الخليجية بشكل خاص، كيف عم بتشوف أثار هذا الدعم؟ وين عم بتشوفه أكثر؟ يعني بالتأكيد هناك أثار مباشرة وأثار غير مباشرة. مباشرة إحنا عم نشوفها بالشركات البتروكيماوية والكيماوية، بالإضافة لشركات الفيرتلايزرز، جميعها مدعومة من قبل ارتفاع أسعار البترول، وبالتالي أسعار منتجاتها مرتفعة بهذا الأثناء مع انخفاض في كلفة الرو ماتيريال أو المواد الأولية للإنتاج اللي هي الغاز بكل بساطة وتوابعه. بالإضافة لذلك احنا يعني متفائلين بأسعار البترول على المدى المنظوري، حتحكي على من سنتين إلى أربع سنوات، متوقعين ارتفاع الأسعار أو بقائها في مستوى مرتفع فوق $60 للبرميل. هذا بالتأكيد له أثر غير مباشر لأنه الاقتصادات في المنطقة ستكون مستفيدة، التدفقات النقدية ستكون متزايدة، بالإضافة لذلك انخفاض في الديفيسيتس للدول المنطقة أو ارتفاع الفوائد المالية. هذا بالتأكيد سيؤثر على خلق مشاريع جديدة رأسمالية في المنطقة، ستدعم اقتصاديات المنطقة وستدعم القطاع الخاص بالذات. جميع الدول في الخليج الآن متجهة إلى تفعيل أداء ودور القطاع الخاص في الاقتصاد. خلينا نحكي فإذن شوي على الطروحات الأولية اللي عم تجي اليوم بأبو ظبي في موانئ أبو ظبي. ماذا تنتظر السوق من هذا الطرح؟ والسؤال اللي أنا أيضا بهمني أني أسألك عنه، كيف نجد أداء الطروحات الأولية في المنطقة إذا ما قارناها مع أداء الطروحات الأولية عالميا بالبيئة والأجواء التي تعيشها هذه الأسواق؟ هي أداءها جيد يعني مقارنة مع الأسواق العالمية، ولكن لازم نأخذ بالاعتبار نوعية الطرح أو على الأقل القطاع الذي يتم فيه. إذا تذكري السنوات الماضية كان هناك طروحات قوية جدا في الولايات المتحدة الأمريكية للشركات التكنولوجية، كانت ارتفاعات عالية جدا، هناك بعضها لم يرتفع بنفس الارتفاع ولكن ارتفاعاتها كانت عالية جدا للتفاؤل بقطاع التكنولوجيا والتفاؤل في نتائجه. في المنطقة لازلنا يعني أغلب الطروحات هي شركات طبيعية عادية في قطاعات معروفة للمستثمر الخليجي والمستثمر المحلي، وبالتالي الارتفاعات كانت جيدة لأنه أولا عندك ارتفاع في السيولة في السوق المالي أدى إلى إعادة توظيفها في الطروحات الأولية. إضافة لذلك التقييمات برأيي كانت متواضعة أو على الأقل أقل من المتوقع، وبالتالي كانت جاذبة للمستثمرين ليس من المنطقة ولكن أيضا من الخارج، وبالتالي ارتفاعاتها كانت جيدة، وتوقعنا خلال الثلاث سنوات القادمة سنرى طروحات أولية جيدة جدا ستأتي ونوعية ستأتي إلى الأسواق العربية. حلو، بما أنه البيئة ملائمة، ما هي هذه الطروحات التي تترقبها الآتية إلى السوق؟ يعني عدة قطاعات، يعني بصراحة في قطاعات جيدة للمستثمر الذي يرغب في الدخل المتواصل، مثلا شركات ديوا في دبي أو الشركات الثابتة في قطاعات اليوتيليتيز بشكل خاص، هذه يرغبها المستثمر الخليجي الذي يرغب دائما في الدخل المتواصل أو الدخل الدائم. وهناك طروحات أيضا جيدة جدا من كما رأينا بSTC Solutions أو أكوا، حتى بأنها قطاعات جديدة نوعا ما على الأسواق العربية، وهناك رغبة قوية جدا للمستثمر العربي في تلك الأسماء، أو مثلا جاهز أو ما إلى ذلك، لأن قطاعات غير موجودة في الأسواق العربية بصراحة، والآن نرى رغبة قوية جدا من المستثمر العربي في تلك الأسماء. شو بتعتقد أنه هي أكثر الأمور اللي بتجذب المستثمر العربي إلى هذه الإصدارات؟ هل ما زال المستثمر
الفردي ما عم بحكي طبعا على المؤسسات، المستثمر الفردي هل ما زال يبحث عن العائد؟ هل بات ينظر أكثر إلى الارتفاع أو نمو الشركات، الارتفاع بقيمة هذه الأسهم، ينظر إلى إيرادات هذه الشركات وتنميتها، ولا بعدنا بس عم نطلع على العوائد على الأسهم نشتريها مثل السندات؟ بيعتمد على نوع المستثمر وعمره وطبيعته، يعني خلفية تبعته. غالبا المستثمرين كبار السن يفضلون أدوات الدخل الثابت أو الاستثمارات ذات الدخل الثابت استعدادا لتقاعده أو كمصدر دخل آخر، ولكن المستثمرين الشباب الآن نرى رغبتهم في الاستثمار في شركات ذات عوائد عالية جدا مستقبلية، أو في برأيهم أنها ستقوم بعمليات سواء شراء او تملك او اكسبانشن، توسع في المنطقه. شباب المستثمر الشاب اكثر يرغب بتلك الشركات اكثر من المستثمر العربي التقليدي الذي تقليديا يرغب دائما بالدخل الثابت والعائد او الريع العالي نوعا ما. الان نرى المستثمرين الشباب يتوجهون الى تلك الشركات ذات العوائد المستقبليه المرتفعه. طلال سمهوري، شكرا جزيلا لحضورك معي صباح اليوم.